وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، موقف من مجلس جامعة الدول العربية باتخاذ إجراءات عربية موحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة على كافة المستويات، قانونية واقتصادية وسياسية وأيضا دبلوماسية، برأيك ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع لتفعيل مثل هذا الاقتراح؟ هو طبعا النهارده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماعا وأصدر عديد من القرارات، لعل أهمها تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية لدراسة إجراءات عربية على المستويات القانونية والأمانة العامة، لدراسة الإجراءات التي يمكن القيام بها لتفعيل وتنفيذ مضامين قرار جامعة الدول العربية وتعميمه ومتابعته بعد ذلك، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع الدول المعنية، وتكليف البعثات الدبلوماسية العربية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار. هذا القرار يأتي في ضوء ما أعلنه مجلس الجامعة اليوم من وصف الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بجرائم الحرب، وطبعا ده وفقا للقوانين الدولية تشكل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، يمكن من خلالها مطاردة إسرائيل في محكمة العدل الدولية والمحافل الدولية، طبعا للإدانة من جهة وللحصول على حقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى. فطبعا المجلس أيضا اتخذ العديد من القرارات، منها دعوة الولايات المتحدة والدول التي تتبنى المعايير الداعمة للعدوان الإسرائيلي إلى اتخاذ موقف منسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف كافة أوجه الدعم لإسرائيل، ووقف مد إسرائيل بالعتاد والأسلحة، لأنه طبعا إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة للأسف الشديد، عشرات آلاف الأطنان ألقيت على قطاع غزة دون وازع من ضمير أو وازع من قانون أو قانون إنساني. نعم، لكن برأيك هل هذه الإجراءات من الممكن أن توقف مصادر هذه الأسلحة التي تصل إلى إسرائيل، أم سيتوقف الأمر على الوضع الميداني فقط ومحاولة كبح الجماح من الجانب الإسرائيلي لمثل هذه التصرفات؟ هي طبعا كلها مساعي تستهدف أن توقف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، العدوان الذي تجاوز في حدوده وفي المدى الزمني المعقول وسقط على أسره أكثر من 25 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 63 ألف مصاب، يعني طبعا دمار شامل لكل أوجه الحياة في غزة. فبطبيعة الحال إسرائيل طوال تاريخها الذي نعلمه لم تذعن للقرارات الدولية ولم تلتزم بأي قانون دولي، حتى الدولة الفلسطينية التي دعت إليها اتفاقات أوسلو الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، سرعان ما تنصلت الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، ويعني أجهضت حتى، واعترف نتنياهو أكثر من مرة بأنه هو الذي أجهض قيام الدولة الفلسطينية. العالم الآن كله ينادي بضرورة إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب، وضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة على أرضه وحقه في إقامة دولته المستقلة وفقا لمقررات الشرعية. ولكن أين مفاتيح الإجبار لإسرائيل؟ هو طبعا للأسف الشديد أنه المجتمع الدولي عليه دور مهم، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة سبق أن اتخذ قرارا، يعني العديد من القرارات، لكن للأسف لم يتم تفعيلها بسبب الدعم غير المسبوق سواء من الولايات المتحدة أو من عديد من الدول الغربية. لكن الآن نجد أن هناك بالفعل دولا غربية غيرت من توجهاتها، خاصة أنه هناك الآن يعني بلجيكا دعمت القرار والمطالبة دولة جنوب أفريقيا ب يعني دعوة ضد إسرائيل بجرائم الحرب، الآن إيرلندا تسعى أيضا إلى أن تنضم لهذه الدعوة، لإسكتلندا، غيرها من الدول التي أصبحت الآن تتبنى المنطق الإنساني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فهناك بالفعل تغير في وجهة أو في اتجاهات الرأي العام تجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، لأنه العالم أصبح يشاهد مأساة إنسانية وانتهاك صارخ وواضح للقوانين والأعراف الدولية.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.